السلام عليكم وأسعد الله مساكم. لن تصدق ما فعله تلاميذ في إحدى الثانويات بينما كانت الأستاذة تشرح الدرس، وهذه التفاصيل الكاملة تابع الفيديو للأخير. نشر ناشط على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا وعلى أوسع نطاق فيديو لمجموعة من التلاميذ، ولن تصدق ما فعلوه بينما كانت الأستاذة تشرح الدرس، وأظهر مقطع فيديو متداول تلاميذ صعاليك وهم يهربون من نافذة القسم، وقاموا بتصوير المشهد ونشروه على منصة تيك توك، فوجب على الأولياء مراقبة وتربية أبنائهم جيدا قبل إرسالهم للمدارس.